السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في نهاية خطوتنا في الطريق لأمن المعلومات. إحنا كنا بدأنا خطواتنا في الطريق لأمن المعلومات، وقلنا إن إحنا كل عدد خطوات معين هيوصلنا لمحطة معينة، ومنها حننتقل إلى المحطة الأخرى. في الحقيقة إحنا كنا بنتكلم في محطتنا عن إدارة الهويات والوصول أو الـ Identity and Access Management. إحنا لو بصينا على مكونات المنهج الخاص بالشهادة بتاعتنا اللي هي CompTIA Security Plus، اللي هي بتنقسم إلى 6 أجزاء زي ما إحنا شايفين. إحنا خلصنا جزء واحد منها اللي هو ده، وهنا يعني فيما يساوي 16% من المنهج. وكانت الخطة ان احنا هننتقل الى المحطة الاخرى اللي هي كانت هتتكلم عن Threat Attacks and Vulnerability او التهديدات والمخاطر والثغرات، ودي كانت مجموع المحطة ديت مع المحطة اللي احنا انتهينا منها، كان هيؤهلنا ان احنا ننتهي من تلت المنهج تقريبا، لانه 16 21 36 تقريبا اكتر من تلت المنهج اللي هو مجموع طبعا 100%. اتكلمنا في ايه عن الخطوة ادارة الهويات والوصول، اتكلمنا عن تعريف الامن المعلوماتي، واستعرضنا الفرق بين البيانات والمعلومات، اتكلمنا عن بروتوكولات التحقق، اتكلمنا عن اهداف الحماية وانواع الحماية واقسام الحماية، واتكلمنا كمان عن التحكم في الوصول او نماذج التحكم في الوصول، وختمنا بالشهادات الرقمية. وحاولنا قدر المستطاع ان احنا نغلب الجانب العملي، وكنا بندي أمثلة كده عملية من واقع الحياة حتى لو لم تكن موجودة في المنهج. يعني كنا الجزء الخاص بمراقبة البيانات عن طريق السوشيال ميديا عن طريق جوجل تحديدا والخرائط، والجزء ده مش هتلاقيه في المنهج لو حبيت تدرس المنهج الرسمي مع أي انستركتور تاني أو في أي معهد أو حتى مع نفسك من خلال السيلف ستدي، مش هتلاقي الجزء ده. ولكن احنا لأهميته شديدة احنا كنا بنحب نخلق جو من تثبيت المعلومة او جو من التشويق، ونحقق اكبر قدر من الاستفادة. طيب الخطوة الجاية ايه ان شاء الله؟ الخطوة الجاية هي زي ما قلنا لكم كنا مخططين ان احنا هننتهي من او هنصل مع بعض لمحطة اللي هي بتتكلم عن التهديدات الثغرات والمخاطر، الفيروسات وأنواعها وإزاي نقدر نكتشفها، وهي المؤشرات أو الدلائل اللي كانت بتشير لوجود فيروس في الأجهزة بتاعتنا. كمان كنا هنتناول الاختراق، الأنواع المخترقين وبعض الأساليب الخاصة بهم، وكنا مخططين كمان إن احنا نغطي التهديد والخطر والفرق بين التهديد والخطر، أشياء يعني كنا هنتكلم عليها. حد ممكن يتساءل انت بتتكلم بصيغة الماضي كنا، هل مفيش انتقال للخطوة اللي جاية او المحطة اللي جاية؟ الحقيقة جواب السؤال ده انا ذكرناه في الفيديو اللي فات، ولكن نأمل ان شاء الله انه احنا ننتقل فعليا للخطوة او المحطة اللي هي تتكلم عن الجزء ده، خصوصا انه الجزء ده اصلا في يعني واحنا بنحضر الكورس تقريبا كنا منتهيين من المادة العلمية الخاصة به. لكن فيما يبدو ان احنا هنتوقف عند المحطة الاولى، يعني هنتوقف قليلا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوقف قليلا، ان لا يتم التوقف يعني كتير لسنة او سنتين او حتى اشهر. هنتوقف قليلا لاسباب كتير، منها ان احنا شغالين حاليا بنحضر لكورس كلاود، يعني كورس مختلف تماما عن أمن المعلومات، كورس على الكلاود كومبيوتينج تحديدا على الإجر، فواخد تقريبا كل الوقت. من ضمن الأسباب برضو إنه إحنا يعني قلنا إنه من غير المنطقي إن إحنا نبقى مع بعض مثلا 1000 متابع أو ما يقارب، وننتقل للخطوة الثانية مع قلة يعني تقريبا 10 أو 15، إلى الآن تقريبا هم 16 أو 17 إجابة على السؤال اللي فات، فطبعا أقل من نص من 10%، يعني نسبة ضئيلة جدا وضعيفة جدا. طيب هنجاوب دلوقتي على الأسئلة اللي قد ترد في أذهان الكثير. طيب حد يقول لي أنا تبعت من الخطوة الأولى ومشينا مع بعض لحد ما وصلنا
انتهينا من إدارة الهويات والأصول، وحابب أكمل يعني، حابب معلوماتي خلاص لسه فريش وحابب أكمل. هقول له من حسن الحظ أنه المهندس حسن صالح هو أصلا كان بدأ الكورس ده تحديدا من حوالي سنتين، ودلوقتي بيكمله يعني. دلوقتي هو نزل الحلقة 35، هي من حوالي 36 دقيقة يعني، هو مستمر في إكماله. أنا أرشح إن أنت تستمر مع المهندس حسن صالح فيما يعني، إحنا لو رحنا استعرضنا لستة الفيديوهات ديت هتلاقي هو بادئ برضو بنفس البدايات بتاعتنا كده، بيتكلم عن إدارة الهويات والوصول من فيديو رقم واحد، وتعريف الأمن المعلوماتي والتحقق والبروتوكولز و شوف إحنا وقفنا فين، وابدأ أنت كمل معه. المهندس حسن صالح يعني أقدر منا وأعلم منا فيما يتعلق بالإنفورميشن سيكيورتي، وأنا أرشح لك إن أنت تستمر معه إن شاء الله، وهتستفيد يعني يمكن أكبر من استفادتك معه. طيب، فيما يتعلق بالملخص المكتوب اللي إحنا كنا وعدنا الناس به، أنا تقريبا انتهيت منه، وإن شاء الله هيكون متاح مع الفيديو ده. جمعت لكم كل المادة العلمية من فيديو رقم واحد تقريبا لحد الفيديو 12 مكتوبة بأسلوب مرتب ومختصر، وكمان مدعم يعني بالصور علشان المعلومة تكون أو يعني نحقق بها أقصى استفادة. تمام، طلبت منكم في الملف لو استعرضنا كده أول صفحة هتلاقيها، هتلاقي هنا كاتب لك أنا صفحة فارغة تركتها لك. ليه تركتها لك؟ هتلاقيني طالب منك طلب في آخر صفحة. ممكن حد يسأل الطلب ده أعمله إزاي؟ ببساطة شديدة جدا، الملف مفتوح أهو، هتلاقي هنا الشريط اللي هو بيسموه التول بار أو شريط الأدوات، هتلاقي رمز القلم ده اللي هو إدراج تعليق، عفوا إدراج توقيع اللي هو سيجنتشر. لو ضغطنا عليه كده هيبدأ يقول لي Add Signature. لو ضغط على Add Signature ديت هيفتح لي منطقة نص تكست بوكس كده هو، وابدأ فيه أكتب فيها النص سواء بالعربي أو الإنجليزي أيا كان. أوكي، فلو قلنا مثلا أهو وقلت له Apply وخلاص أكتبها هنا، أنا كده كتبت أو حققت المطلوب مني للي عاوز يحقق يعني، ليس فرضا على أحد. وبكل بساطة ببدأ أحفظ الملف، هيتحفظ معايا عادي جدا بنفس النص اللي أنا كتبته. قبل ما أختم أحب أطلب طلب من الجميع، كلنا شايفين اللي بيحصل في العالم دلوقتي من الابتلاء المسمى فيروس كورونا أو كورونا فيروس، وبطلب من الجميع الدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمة ويكشف ما أصابنا جميعا. يعني إحنا شايفين إن العالم كله بأدواته وتقنياته وتقدمه والأطقم الطبية والمستشفيات والأطباء وميزانيات ضخمة جدا كلها يعني حتى الآن لم تفلح، لسبب بسيط جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى هو القادر فقط على دفع الضر وكشف البلاء. علشان كده أنا بطلب من الجميع الدعاء، التوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، وفيما أعلم قد يكون هناك شخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى باب مفتوح أو مستجاب الدعوة، فيعني ربنا يستجيب منه ويكشف الضر عن الجميع. قد يكون من المتابعين برضو ناس غير على ملة غير المسلمين، إحنا كلنا متضررين، مسلم يهودي مسيحي كافر ملحد، كل العالم متضرر، وكل العالم لابد أن تلجأ إلى إله واحد فقط، الله سبحانه وتعالى إله الكل، هو الواحد الأحد. كلنا لابد أن ندعو من القلوب أن لا يعاملنا الله سبحانه وتعالى بما نحن أهله، أو لا يعاملنا بعدله، ولكن نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته، وأن لا يعاملنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا. ده كان طلب أتمنى من الجميع أنه يحقق هذا الطلب ويغير من نفسه ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه بقلب صافي وبنية صافية، لأنه كما قلنا ونؤكد الله سبحانه وتعالى فقط هو القادر على رفع هذا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكمل الخطوة القادمة، ونحن فرحين
باستجابة دعائنا، ونحن قد كشف الضر عنا وزال الخطر عن جميع الخلق. ويعني آسف الإطالة، وأراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.